ما خديناش فيها القرار، بدا لها اجتماع هيئه مديره العشيه في مقر النادي، فالى حد الان رئيس النادي مازال ما خداش قراره في امضاء العقد من عدمه، لان العقد العرض مازال متوفر على ذمه الملاعب التونسي. ان شاء الله في النهار هذوما جايين يتاخذ القرار الصحيح ان شاء الله. ما خدتوش ديسيزيون، فما نقطه اختلاف بيناتكم ولا شنو بالضبط؟ والله التفاصيل ما لازمش نقول فيها يا خويا سلام، لكن لحد الان مازال ما صححناش ان شاء الله في 48 ساعه جايين ان شاء الله يكون القرار جاهز، ويتم ان شاء الله مع الفريق الامريكي ولا فريق اخر ان شاء الله. معناها فما امكانيه حتى يمشي الجمعيه واحده اخرى مش امريكا؟ ما فيش حاجه اسمها ضروره، انا ضروري ما صحش معناها بتونس، اذا كان العرض الامريكي اقتنعنا به او يمضيها يا سيدي، اذا كان معناش مقتنعين ولا اقتنعنا بعرض اخر اللي يجي او يعني في مصلحه الملعب التونسي وبالطبيعة مع مصلحة اللاعب، يعني اللاعب هو تعرف العقد باش ناخذ قرار الجميع الكل، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله. باهي نستسمحك سانيس، لو كان تحكي بالكيت تحاول نحكيو من التليفون ديريكتومون. نحب نسال، السؤال اللي سمعناه انه اللاعب الملاعب التونسي موافق على العرض نتاع النادي الامريكي، الملاعب عنده بس شويه شروط تخص تفاصيل تخص الكونترا نتاعو هو، معناها صحيح هذا ولا لا؟ يعني انا نحكي بما انا ما تخصش الملاعب التونسي، اي لاعب تونسي سانيس ما نعرفش ظهري قاعد في بلاصه ما فيهاش ريزول، وكان تحاول تنقش بدل شويه البلاصه. ولا تحكي بالكيت ما نعرفش حاجه هكا؟ لا مباشرة اي توا خير، توا ولا خير الصوت؟ باهي كيفاش قلت لي ماذا؟ كيف قلت لك اسلام، انا نتحدث عن الملعب التونسي وموقف الملعب التونسي، موقف اللاعب، اللاعب عنده وكيل الامام نتاعو وعنده راي، لكن في الاخر الملعب التونسي هو اللي بيشوف على مدة الانتقال. مازال ما حش الوقت باش ننسيهم كسوا كما قلت من الفريق الامريكي ولا اي فريق اخر. فما ديري نجمو نعرف وقتاش تتم الصفقه من هنا لوقتاش ولا ما فما محلوله مازالت؟ في مصلحه جميع الاطراف ان ما تطولش برشا، في مصلحه الناس الكل. ما تطولش معنا ما خليناه ما مشاش للطرف الزربة لانه ذهب ترانسفير بالطريق. لكن ان شاء الله على قريب ان شاء الله في 48 ساعه هذوما يعني ماكس ترانسفير ان شاء الله ناخذ القرار وعمليه في بازا ان شاء الله. واضح، يعطيك الصحة أنيس الباجي كاتب العام ملعب التونسي على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق إن شاء الله لكم توما وكيف كيف للاعب مبنزا. مازلنا مواصلين في زون ميكس حتى للخمسة نتاع العشية باش نسمعوا بعد شوية موسيقى، وبعد باش يكون معنا اللاعب السابق المنتخب، لاعب منتخب كرة الطائرة، اللاعب الدولي حسني قراموسلي اللي نحكيو مع تأهل منتخبنا للأولمبياد طوكيو بعد عودة منتخبنا بورقة ترشح من مصر بالذات. موسيقى وبعد راجعين.